كان في الاول كانت المرحومه الوالده كانت عيانه شويه، وكانت الظروف ديالي اللي كانت باش نرجع لاكادير. لهذا رجعت تقريبا 10 ايام قبل ما توفى، والحمد لله تعاقدت في ديك الاسبوع الثاني ديال فاش جلست تعاقدت مع فريق الادرار. هذا هو اللي الرجوع ديال اكادير، هو هذا المشكل. بالنسبه للمقابله كما قلت لنا، حنا لعبنا في الشوط الاول خطه دفاعيه، لا بالعكس، في الاول كنا حنا اللي كنا مسيطرين على المقابله، حنا اللي شدينا سجلنا. جات ضربة جزاء الله اعلم ما عرفت، المهم كانت ضربة جزاء سجلت ضد مجرى اللاعب، كان خطأ دفاعي في التغطية. في الشوط الثاني كنا نهيو المقابلة في الشوط الاول، ولكن عدم التركيز ديال اللاعبين ضيعنا فرص سهلة، ولهذا كان شوية الضغط على اللاعبين، ان المقابلة ضد واتزم في الميدان ديالنا ضيعناها، خسرنا في الميدان ديالنا. هو هذا اللي كان اللاعبين اللي ضيعوا، اللي لعبت عليهم هذه المقابلة، هذه حاولوا انهم يعوضوا في هذه المقابلة. لهذا في الشوط الثاني دازت 25 دقيقة درت تغيير انني نلعب خطة دفاعية، لان شفنا صعيب اننا نسجلوا، كان شويه العياء سورتو في اللاعبين اللي كاين في الهجوم. لهذا دخلت اننا نلعبوا خطه دفاعيه ماشي 100%، وانما نهاجموا باكثر عدد من اللاعبين وندافعوا باكثر، والحمد لله حاولنا ندافعوا، وجات فرصه اللي كنا نقتلوا بها الماتش، ولاعبين ضد فريق اللي لعب على الصعود وعنده لاعبين متمرسين عندهم تجربه، العكس ديالنا حنا لاعبين شبان اللي يلا طالعين، وكاين لاعبين يلا طالعين في الجونيور. ولهذا هو الهدف ديال القدوم ديال هذا الفريق، هذا ان نكونوا فريق للمستقبل، ما كاين عندنا لا اوبجيكتيف. هذا نكتب المسير عطاني واحد المهمه انني نخدم على خاطري، والحمد لله كاين لاعبين شبان، كاين فئات اخرى اللي غادي نعتمدوا عليهم ان شاء الله من هنا سنتين، ان شاء الله باش يكون فريق قوي ديال الادرار ان شاء الله.